إذا أنا أندرياس طبيعة العيال سوف نقوم بتحميل هذا البرنامج اسمه انتي اسان تكتبه وتدخل الموقع مباشرة من هنا. بعد ذلك تضغط على دون هنا وتختار هل ويندوز عندك ويندوز 10 أو ويندوز 7 أو 8. إذا اختار أنا عندي ويندوز 10 اختار هنا مباشرة تقوم بتحميل البرنامج. إذا تقوم بتحميله وتثبيته بطبيعة الحال سوف تجد الأيقونة في سطح المكتب تضغط عليها للدخول مباشرة. إذا كما شرحنا في الفيديوهات السابقة نذهب إلى سيتين مباشرة. تذهب إلى هنا في الاسم تكتب اسم معين، يعني ليس بالضرورة أن يكون اسمك، أو ومن الأفضل أن يكون عبارة عن كلمتين وليس كلمة واحدة. ثم هنا تضعها كما هي، تتركها كما هي وتذهب إلى فيديو. نعم هنا بطبيعة الحال هنا تتركها له، هنا الكاليتي تتركها له. إذا كان جهازك ضعيف من الأفضل يعني أن تتركها في له، فقط تضغط أوكي. ثم نذهب إلى السيرفرات، نضغط على سيرفر براوزر، بالتالي نضغط على بلايرز لترتب عدد اللاعبين في كل سيرفر. وهنا في عكس البرنامج الآخر سمب، هنا تنزيع العلامة على الأشياء التي لا تريدها أن تظهر، تنزيع عنها العلامة. مثلا لا أريد أن تظهر السيرفرات الفارغة ولا الممتلئة ولا المغلقة، لذلك نزيع العلامة على كل هذه الأماكن. تبحث عن سيرفرات الحياة الواقعية تأتي إلى هنا تكتب رول، يعني رول بلاي، أو تكتب RPG ولا RP، فقط تكتب RP. تأتي إلى هنا تكتب RP كي تظهر سيرفرات الحياة الواقعية. ومن هنا تنزل الأسفل، عندما يعجبك السيرفر تضغط عليه وتضغط على هذا القلب، تضغط على هذا القلب كي تقوم بوضعه في لائحة المفضلة. تضغط فقط على هذا القلب الموجود بالأعلى، وهنا قائمة المفضلات فافوريتس، جمعت فيها أفضل السيرفرات الحياة الواقعية العربية وبعض السيرفرات أخرى التي سنجربها طبعا. إذا أنا سأعطيكم يعني أدرسة تلك العناوين يعني أو الأرقام، سوف تضعونه في هذا المكان، سوف تكتبونها في هذه الخانة، بعد ذلك تضغطون على Connect لكي تدخلوا مباشرة إلى السيرفر. اليوم سنجرب ويناسا تايم، هذا سيرفر عربي في جي تي سان أندرياس. سندخل إليه هو ويناسا تايم. طبعا هذا حل لابد أن تنتظر تحميل بعض الملفات. يتم الدخول يا أصدقاء. إذا سندخل الآن. في البداية لم تملك الحساب، ستضغط على لا أملك الحساب. ستكتب هنا اسم المستخدم، كلمة السر، البريد الإلكتروني، ثم تسجيل. أنا سبق وسجلت، لذلك سأسجل الدخول. هنا إنشاء الشخصية. تقوم هنا بتغيير شخصيات، إذا شخصيات. اليوم ده طول الوزن هذا، وعندي الاخر ياسر شابانغو دير بلاي. ويتم الدخول يا اصدقائي. سلاش سينفو لرؤية المزيد من اي البرد. واو انه البرد يا اصدقائي. يقول لك سي انفو لرؤية المزيد من تي ثم سلاش. يعطينا هذه المعلومات، معلومات الشخصية. ترارارون البرد قارس يا اصدقائي. مرحبا بكم في سيرفر ويناسا تايم. لدينا الخريطة F11. اذا هذه هي الخريطة، سوف تجد هذه مكان استئجار، لكن لا أنصحكم بها في البداية لأنك لا تدفع 150 بل تدفع 800 دولار للاستئجار، يعني ثمن باهظ جدا. لكن في البداية لا بأس أن نقوم به. هذه تقريبا ستجدها في كل مكان كي تستأجر منها. إذا قمت بإعادتها لن تقطع منك 800. ربي السلامة، ماذا يحدث هنا؟
السلام عليكم. فمثلا انت عندما تستأجر هذه الدراجات لديك وقت او وقت تقريبا يعطونا لك لمدة 15 دقيقة فقط وسوف تختفي. كما ترون على الشاشة هناك العد العكسي. ماذا يحدث هنا؟ يا إلهي. إذن وصلنا إلى البنك، لكن هذه ستختفي، بقيت لها 9 دقائق فقط وتختفي لنا المركبة. بسم الله، السلام عليكم أصدقائي. إذن ستدخل من هنا عندما تصل إلى البنك، والبنك تصل إلى البنك سنسحب المال الخاص لدينا في البنك. إذن أول شيء هنا في هذا السيرفر، أولا عليك أن تفتح حساب البنكي. كيف سنفعل ذلك؟ سنأتي لهذا الشخص، نضغط على M أو علامة الاستفهام، ثم نضغط على تضغط هنا بيمين الموس، ثم تضغط على كريت أكونت، ثم هنا تنشئ الرمز. تضع هنا رمزا 1 2 3 4 مثلا واضغط إنشاء حساب. الآن أنشأت الحساب، بعد ذلك سأتحدث معه مرة أخرى كالتوك، واضغط هنا ثم اختر هكذا، ثم اكتب الرمز الذي انشأته 1 2 3 4 واضغط فتح حساب هكذا. اذا الان لدي في البنك 1000. اذا هنا تضغط على ايداع كي تضع المال في البنك، او سحب لتسحب المال. انا الان اريد ان اسحب المال، لذلك ساضغط ساكتب 1000 الموجودة عندي حاليا في البنك واضغط سحب. قد سحبتها الان، وهكذا انهينا العملية بنجاح. ولدينا الحقيبة الان، اذا ضغطت على اي لديك الحقيبة، وفي الحقيبة لدينا البطاقة الوطنية، ولدينا البطاقة البنكية الخاصة بنا، ولدينا الان المال 3000. لدينا في F1 لدينا هذه القائمة في المعلومات الشخصية، ثم لائحة الاصدقاء الموجودين عندك، الوظائف الخاصة بك، هناك تقوم بطلب المساعدة، قائمة الأوامر، الخصائص، العضويات الخاصة، الجوائز. نحن الآن في المستوى 1، عندما تجمع 50 من الخبرة تصل إلى المستوى الثاني. هناك المتصدرين، هم الأشخاص المتصدرين. هناك حتى مستوى 102 في المستويات بالسيرفر، هذا شيء جميل. محطة الراديو، الإعدادات، الإدارة المتواجدة، F3. ليس لديك جوال، يجب أن تشتري هاتف أولا ليكون عندك كي تقوم باستخراجه بF3. F5 لدينا هذه الأشياء، ثم لدينا F6 الإشعارات. هيا بنا نذهب الآن. أوكي، كي تتحدث مع الإدارة تضغط على طلب المساعدة، ثم سؤال عام. هنا تكتب على ماذا تريد أن تسأل، ثم تنتظر. إذن هنا كي تجيب يجب أن تكتب سلاش، تكتب سلاش هاي. إذن سنبحث عن GPS أولا، سوف نذهب لنستأجر دراجة. ايضا بطبيعة الحال كما قلنا، هنا لا تستطيع ان تركب اي سيارة او اي دراجة حتى تشتريها ويكون لديك مفاتيح الخاص بالدراجة. ايضا اذا كانت مقفولة، فاذا تركها اللاعب بدون قفلها ستستطيع ان تسرقها. ماذا تفعل يا بني؟ اذكرت ضربني بالماء. الباب مقفول، لوكت يعني مقفول، هي باللون الاحمر، لوكت مقفول يعني إيكيا. يا ربي السلام، تشتري الكراسي. لدينا كذلك أصدقاء هنا، لديك القلب هنا، ثم لديك هنا النوم، هيا النوم إذا كنت تحتاج إلى النوم. هنا الشراب إذا كنت يعني في هذه اللعبة ستحتاج إلى أن تشرب الماء من حين لآخر. وهذه العلامة للأكل هي التي فيها الفرشاة. أيضا إذا كانت اقتربت من الانتهاء فسيكون عليك يعني تحتاج الأكل، وهنا التعب. من ثمن هذا المنزل؟ هنا نرى ما كم الثمن.
بيت عبد العربجي 145,000 دولار. سوف تخلص عليه 162 تاكس. بين السيارات هنا هاي 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 30,000 دولار، 50,000 دولار. أوه كم من موتور البيتزا. ظن هذا عمل. اوكي هو مثلث كبير الابيض الكبير. 1,000,000 دولار، 6 ملايين دولار. وهذه سيارات يعني لا تستحق 6 مليون دولار اصلا. 4 ملايين، 1,100,000. واو ليموزين 13 مليون دولار. واو 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 يسأل الله السلام. اي 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 كو كو كو. انا ماذا يبيع صاحبي هنا في اذا ستاسيون؟ نرى ماذا يبيعون هنا في ستاسيون. اضغط على ام او على علامة الاستفهام متحدث مع كولين. لدينا الماء، اذا كنت تحتاج الى الماء انا ساحتاج الى الماء. اذا صلاة شراء ساتدور جوعان اذا ساشتري بعد البنانس. كيف الحال؟ هل الامور بخير؟ هل الامور بخير يا صديقي؟ الأمور بخير. ماذا هناك؟ الحمد لله الحمد لله. لا يشغل عندك الميكرو. يا ربي السلامة. هناك طريقة أخرى عندما تشعر بالعطش ولا تجد محلا، تدخل إلى البيوت أو تدخل إلى بعض الأماكن سوف تجد هذه واقفة هنا. تضغط على M أو علامة الاستفهام، استخرج الماوس وتشرب من هنا. درينك ووتر مجانا. ها ها كيف الحال؟ ما الأخبار يا صديقي؟ ماذا قلت؟ صوتك متقطع يا صديقي، لا أسمعك جيدا. لا أسمعك جيدا، صوتك متقطع. أوه هذه ليست لأحد. واو يا سلام، هذه ليس فيها توقيت. واو هذه ليس فيها عدل عكسي ولا شيء. أيوة لا لا سرقت مني رجعتها. هذو يبيعون لباس العصابات، بيتزا، ساندويش، نهضب. هذا المحل موجود في هذا المكان. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال يا اخوان؟ تايبين يعني يكتب. هنا إذا جريت كثيرا تتعب. عداد الكيلومترات. هاي 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 هاي. هنا تشتري الدراجات، إذا ضغطت على F12 هذه العلامة تشتري الدراجات هنا. هذا 6,000 دولار، 1500، يعني أن تشتريها أفضل من أن تقوم بكرائها. أنا يعجبني هذا النوع. 33,000 دولار، هذه 800 دولار فقط. هذا الوجه يا ربي السلام. السلام عليكم، كيف الأخبار؟ واشو هذا شحال عندهم السلاح؟ وكم من سلاح عندك يا الكثير من الأسلحة. يو 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 أنا أقول لك شخصيتك تشعر بالعطش. سأفتح الحقيبة بالضغط على E وأضغط على M أو علامة الاستفهام كي أخرج الماوس وأشرب. لذيذ، تأكل بعد البيتزا. بسم الله الحمد لله الحمد لله. إذا هنا سنشتري جي بي اس، هو شركة الأبل موجودة هنا. إذا فتحت الخريطة موجودة هنا.
هذه في هذا المكان بالضبط. نذهب نشتري جي بي اس، انا خاص بينا ايضا نشتري من عندهم. جي بي اس يا جميل جدا. لدينا ايضا ايفون، اذا كنت احتاج الى هاتف ساشتري من هنا. اذا الخريطة تظهر هكذا. الان اذا شغلنا الجي بي اس نفتح الحقيبة بالضغط على اي، ندير الماوس دوبل كليك او نضغط عليه على يمين الماوس، تم تفعيل الجي بي اس. الان هي الخريطة تظهر الان بشكل رائع جدا وجميل، وكل شيء واضح الان في الخريطة. لديك اي شيء تريده مثلا هنا مركز التوظيف وغير ذلك، او تضع عليه المؤشر، البنك المركزي، سحب وحجز المركبات، ايضا هكذا تنزيل بالماوس. هو المفتاح، عندك المفتاح هنا كي ترى مركز البضائع، المستشفى، مركز الرخص كما ترى هنا. اذا كنت تريد ان تعود لتشتري الهاتف تأتي الى هنا ابل ستور هو، ولدينا هنا مركز التوظيف، مركز التوظيف ضغطت عليه مرتين هو يقوم بإشارة عليه هنا بالخريطة تلقائيا. هو تلقائيا انا موجود هنا وسوف اتبع هذا الخط، سأتي الى مركز التوظيف مباشرة. عندما تشغل جي بي اس سوف يكون عندك كل شيء سهل. والان لديك حتى الخريطة الصغيرة بالاسفل، عند تشغيل جي بي اس يمكنك ان تتابعها هكذا مباشرة. كيف الاخبار؟ يا ربي السلام. بسم الله. بسم الله. كيف الحال يا اخي؟ ما الاخبار؟ اذا اصدقائي هذا هو مركز التوظيف. اذا في الجي بي اس واضح يعني يوجد، ولكن بدون جي بي اس، دعنا نطفي الجي بي اس. اذا بدون جي بي اس موجود في هذا المكان بالضبط. هي جي بي اس يمكنك اطفاؤه وتشغيله وقت ما تريد. اذا سوف ناتي الى هنا، بعد ذلك سوف ناخذ المصعد. نحن الان في المركز. اذا بدات الى المركز اول شيء سوف تتحدث الى هذا. نعم يا اخي، ماذا يوجد؟ كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ممكن طلب؟ ماذا؟ ممكن طلب؟ ماذا هناك يا أخي؟ تفضل، ماذا هناك؟ نعم سمعتك سمعتك. طلب ماذا؟ أنا فقير أكثر منك. أنا دخلت للتو وليس لدي أي شيء. فيا أنا مفلس. فقي هنا، كيف الحال أيها الشيخ؟ نعم نعم، لما لا؟ ممكن تعطينا؟ تعطينا بعض الفلوس يا أخي، يا أيها الشيخ، الشيخ بدر الدين أبو شمعة. نعم نعم، نبي الفلوس نبي الفلوس. ما تحب يعني، ما تحب؟ 2000، 3000، أي شيء تحب، أي شيء تحب. ممكن 1000 يعني، 2000 يعني تقريبا تقريبا. ألف، شكرا شكرا شكرا. شكرا يا صديقي، شكرا. واو واو واو، شكرا لك، شكرا شكرا. ما اسمك يا صديقي؟ ما اسمك؟ جون. اي جون، جون سكوير بانس، مثل سبونج بوب يعني. ها شكرا يا جون. معك لباس رائع. شكرا، هذا كافي يعني، شكرا شكرا لك شكرا. اعطانا 2000، اوه ماي جاد. هذا قال، هذا قال له اعطيني الملف وقتله. تعال صوتك صوتك، تعال تعال. كي تعطي المال تكتب هكذا سلاش باي، وتكتب الاي دي، ثم تكتب كم ستعطي. سب بس كبير زنجي والله، انه انسان ضل. عندما تدخل وتحدث الى هذا طوك سيعطيك 1000 دولار، سيعطيها لك. تقود اخذ الان. هيا، كيف الحال؟ الحمد لله الامور جيده.
هكذا واضغط هنا واضغط توك. طبعا في البداية يكون عندك مستوى واحد هو المستوى المطلوب، هنا يكتب رقم المستوى المطلوب وهنا الوظائف، والتي باللون الأخضر هي التي يمكنك أن تقوم بها حاليا. مثلا الآن يمكنني أختار إما سائق تاكسي أو صياد سمك. كلما ارتفع مستواك هناك وظائف أخرى يمكنك أن تقوم بها حسب المستوى الذي وصلت إليه. بطبيعة الحال هناك وظائف أخرى، سوف نريكم كيف تشتغلون في صياد السمك، وهي وظيفة سهلة جدا. إذا تأتي إلى هنا وتضغط أخذ الوظيفة. الآن أصبحت موظف، الآن يمكنك البدء في العمل صياد. أوكي، نرى ماذا يوجد عند هذا. أولا هنا لدي هذا لدي وظائف أخرى هي الخاصة بقوة التدخل، وزارة الدفاع، وزارة العدل، الثقافة، شركة الصيانة، الكهرباء. أنا بعد أخذ تلك الوظيفة سوف نضغط على F11 لفتح الخريطة. إذن هنا إذن يجب أن تركز معي في هذه النقطة. مثلا إذا أتيت إلى هنا يوجد ميناء سان فيرو، يعني هذه علامة الميناء فقط، يجب أن نذهب إلى هنا. هي وظيفة صائد السمك، سوف نذهب إلى هنا، نضغط على المؤشر هنا دوبل كليك وفقط. نأخذ دراجة، وتلك الدراجة موجودة هنا. نايس 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 نايس، أخذها. ياهو، هيا بنا. ثم بعد ذلك سنأتي إلى هذا المكان. بطبيعة الحال هنا في جي بي اس واضح، لكن بدون جي بي اس، هي موجودة في هذا المكان، هي قرب البحر. في هنا تبيع السمك، هنا عندما تصطادها تبيعها عند هذا الشخص. هذا سنشتري عنده الأدوات الصيد، نضغط على الطرق. هيا نشتري عنده الصنارة، ثم نفتح الحقيبة ونأخذ الصنارة. الآن ننزل للصيد، نذهب إلى الماء مباشرة، نضغط تي ونكتب سلاش، نكتب سلاش فيش، يرجى الرجاء الانتظار. هنا تضغط على اش، تظهر هذه، تضغط على اش هكذا، تستمر في الضغط عليها حتى ينتهي ذلك الأبيض. لقد تم اصطياد سمكة، اصطدنا الآن سمكة، وتستمر في هذا الوضع. تضغط مرة أخرى على T، لكن هذه المرة تضغط فقط على السهم، سهم الأعلى، سوف يعطيك الشيء الذي كتبته من قبل، ثم تضغط Enter وتقوم بالصيد مرة أخرى. حصلت على جائزة، سوف تجدها في القائمة الرئيسية F1. اضغط على جوائز المستوى، اضغط عليه استلام جائزة، لما تقدمت المستوى يعطيك الجوائز. سنصطاد فوق هذه يا أصدقائي. تم اصطياد سمكة. اذا هنا سوف نبيع تلك الاسماك عند الشخص هذا، نضغط عليه توك. ربحنا 1000 من بيع السمك. يا سلام يا سلام. انا هكذا تعملون في وظيفة صيد السمك، يعني سهلة جدا. السلام عليكم، ما الذي يحدث هنا؟ ماذا يحدث هنا؟ وعليكم السلام، ما الذي يحدث؟ هل الأمور تمام هنا؟ وجدت. يا إلهي يا إلهي، ما هذا؟ شخص مات هنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم تأتي الإسعاف بعد. ما الذي حدث هنا؟ من الذي قتل هذا الشخص؟ من الذي قتله؟ مات الأخرى. هل تعرف من قتله؟ يا لا تعرف يا اخي، تعال انظر الى تلك العاهرة السمكة السمكة هل قدمه القرش؟ هل هي سمكة التونة العنيدة؟ يا اخي اليوم سألتكم كيف تلعبون الجي تي اي 5 على الآلة الحاسبة. أهل الحاسبة يا اخوان، انتم الآلة حاسبة الامتحان ممنوع ولا عادي؟ مسموح 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 مسموح. تلعبون فيها جي تي اي ولا
لقد صفت قرشا. وما الذي حدث بعد ذلك؟ يا ربي السلامة. انتم تصطادون التونة العنيدة. التونة العنيدة. إنها عنيدة جدا. بعده يا رأي كان يقول لي ثاني كان وانا ساحب عليه اللي معاي كنت اكلم اللي معاي يقول لي في آدم من يكلم او شخص سقط في الماء. اين هو المتنجر؟ يساعدك يعني اذا كان عندك مشكلة شيء او اشتريت حزمة يعني يعطيك اياها عرف. لا يقدر يعطيك ميوت مثلا من المايك يعطيك باند يعطيك طرد. السمكة العنيدة عنيدة جدا. كم يصطادون من الأسماك؟ كم يصطادون من الأسماك يا جماعة؟ يوجد أسماك جيدة هذه الأيام يا أخي. ما هذا العسكري؟ عدت للحياة؟ التاكسي والتاكسي. السلام عليكم. تاكسي وتاكسي تاكسي. يمكن ان توصلنا من فضلك؟ هل يمكن ان توصلنا؟ شكرا شكرا شكرا. بسم الله. شكرا لك يا صديقي شكرا. هنا مركز التوظيف. مركز التوظيف. يا ربي السلامة. انني اسمع صوتا مرعبا. موسيقى و عند رخصة السياقة. الله يبارك فيك يا أخي سبايدر مان. ماذا بان سبايدر مان هنا؟ أخذ إلى مركز السياقة من فضلك. شكرا شكرا شكرا. بالتوفيق بالتوفيق. وصلنا الى مركز الرخص. الرخص نعم مركز الرخص. اذا فتحنا الخريطة بطبيعة الحال ولو ستجده في هذا المكان. انا موجود هنا تحت العلامة الحمراء. اذا سوف نذهب الى اجتياز رخصة القيادة. السلام عليكم. من هنا مركز الرخص. تحدثت مع هذا. لدينا رخصة سياقة السيارة. تضغط هنا. اذا ضغطت عليها يعطيك 50. عندك هذا تدريب واحد تدريب اثنان ثم اختبار اخر ثم تأخذ الرخصة. نقل مرتين. اذا اخطأت في سؤال واحد فقط قد يكون هذا بدون تحريك الرأس. يس نجحت فيه. يعني اجتزنا المرحلة الاولى بنجاح ثم الترينينج اذا بالتدريب. يجي ولا يجي ولا اخرج لا اخرج من الخط الاحمر. تم التدريب بنجاح. الآن سنكمل. السلام عليكم. ماذا يفعل الجنود هنا؟ هذا الشخص يشبه وان بانش مان. التدريب بقى لنا هذا تدريب اثنان. تدريب الثاني للحصول على رخصة القيادة. بس لدينا الآن اختبار القيادة. الاختبار الأخير على ما أعتقد. انتظر أن يشعل الضوء الأخضر. تم الانتهاء من التدريب. الآن باقي لنا فقط أن نأخذ الرخصة.
ياخذها ب 500. وحصلنا على رخصة القيادة. سلام، هي غنقرب الرخص هناك ما كان استئجار بعدها. اذا هنا في الخريطة معرض الدراجات، هي هو معرض الدراجات. هذا بالهذه الزرقاء، هذه 800، هذه 1500، 1500، 4000. فهو صيد التون العنيدة، التون العنيدة جيدة هذه الأيام. إذا هذه هي الحياة في هذا السيرفر ويناسا. إذا فقط عندما تصل مستوى 5 أو مستويات أخرى تقوم بوظائف أخرى. كل شيء سهل من الخريطة مع الجي بي إس، لن تواجه أي مشكلة. ثم عندك أيضا الديسكورد الخاص بهم. إذا هذا هو السيرفر الخاص بهم. إذا هنا القوانين، هنا القوانين تنزل أسفل، إذا يكون هذه القوانين، لأن إذا احتجت أي مساعدة فأنت تنزل أسفل. إذا كان الجيف ويز سيرفر رولز أو تاني قوانين السيرفر، هنا تأتي إلى كونفيرس بالأسفل يعني المحادثة. ثم ذلك هنا السبورت، هنا إذا كنت تحتاج أي مساعدة أو لديك أي سؤال سوف تكتبهم له في السبورت، سوف يساعدونك.